انتقد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي بشدة التراجع المتزايد في الوضع الأمني في كركوك من خلال تزايد عمليات اغتيال المسؤولين والشخصيات في المحافظة خصوصا من أبناء المكون التركماني، عازيا السبب إلى عدم تحقيق التوازن الوطني في المؤسسات الأمنية. طلعتم حتما في هذا اليوم على نبأت اللي أحد أقطاب رجال الأمن في كركوك، والذي كان يمثل كل أهالي كركوك وليس لمكون معين. حقيقة نحن نرى هذه الاغتيالات هي اغتيالات نخب واغتيالات تكاد تكون سياسية في الكثير من الأحيان. نعم، الاغتيال والمفخخات تكون لكل أهالي كركوك، ولكن في نفس الوقت من يستهدف بالدرجة الأولى؟ حتى وإن كان إحصائيات كاملة بأن والجرحى أكثر هي للمكون التركماني. نحن نؤكد بأن التفخيخ والتفجيرات هي لعموم كركوك، ولكن استهداف النخب سواء كان السياسية والأمنية والعلمية من الأطباء والاقتصاديين ورجال الأعمال وأصحاب الصيادلة وجرائم الخطف والغدر التي يمارسها بعض المجاميع الإرهابية ومن يساعدهم في كركوك ومن يكونون حواضن لهم، حقيقة بلغ السيل الزبد.